تحناه الزغادير بين إيديه وحطها فوق الكرسي وتم خارج من الباب. وقفت كتشوف ولدها عطيها بظهره وغادي من بعد ما سمعها كلام كيف السم. ما قدرتش تستحمل أن ولدها يبعد عليها بسبب واحدة، هي بغات ليه غير مصلحته. كيف خرج مع الباب وما بقاش كيبان، وهي تم غادة جهة الباب كتجري وتعيط بسميته: صخر ولدي رجع. حسيت براسها فشلات ورجليها ما بقاوش هازينها، وهي تطيح على طولها في وسط الدار غايبة على الوعي. ناد سيراج كيجري لعندها وجلس على ركابيه وهز ليها راسها كيضرب ليها في وجهها. ما فاقتش، هزها بين ايديه وداها لبيتها. فتح صخر باب الطوموبيل وجي هز غادير بغي يحطها حتى وقفت عليه إلاف وقالت: صخر خالتي طاحت مغيبة وهي كتعيط عليك، عافاك رجع. إلا فاقت وما لقاتكش غادة تأزم صحتها، عارف عندها الضغط وما خاصهاش تنفعل. دير على عينيه وزفر بالجهد، حس بإيد شدات في إيده وهبط عينيه لقى غادير كتشوفيه بعينيها اللي كبريو بالدموع. قالت: صخر رجع عند ماماك، هي دابة محتاجاك، سير شوفها واعتذر منها، واخا يوقع اللي وقع ما كانش عليك تغوت عليها، عافاك رجع عندها، ما تخافش عليا، غادا نعيط لسيف يجي ليا. رجع سد الباب ديال الطوموبيل وهز غادير ودخل الفيلا، طلع بها الفوق وفتح باب بيته ودخلها وحطها فوق الناموسية. قالت: صخر خليني نمشي مع سيف حتى تطمئن على ماماك وجي لعندي. قال لها صخر: ما غادا فيه، هدرتي ما نبقاش نعودها، فين ما كنت غادي غادا تكوني حدايا، نمشي نشوف الوالدة ونرجع عندك. خرج وسد الباب ووقف قدام باب بيت أمه وحط إيده على البواني، فتحه ودخل شاف جهة السرير وهي تبان ليه مسطحة وسراج جالس جنبها. ضرو خاطره، ما بغاش يشوف أمه في هاد الحالة وتكون بسببه هو. قرب وجلس حداها وشد في إيدها وهزها باسها. قال ليه سراج: شربات دواها ونعسات، ماشي قصحتي معاها شوية؟ قال لي صخر: راكو شي داز على عينيك، شفت سراج؟ كون قالها ليها شي حد آخر وقدامي نقتله، والله حتى نقتله. الوالدة ما كانش عليها تجرحها، شنو ذنبها هي؟ كل شي مني أنا. قال لي سراج: كتبغيها لهاد الدرجة؟ وهو يقول صخر أكتر. تمو خارجين بجوج وغادين في الكولوار وقال سراج: فينا هي دابا؟ قال لي صخر: وانت مالك دخول صحة هذا؟ سراج قال لي: ديتيها لبيتك، عطا الله البيوت، دي البنت لبيت الضياف حتى تزوج بيها ونعسها في بيتك. قال لي صخر: ديها في راسك. وهو يقول له سراج: هاديك البنت مسكينة غير تزرفات فيك وصافي، لا زين لا عقلية، وحتى لسانك مبري منك. فتح باب بيته ودخل، بانت ليه غادير ناعسة على جنبها ومسدا ايدها. طلع حداها وعنقها من اللور وقبل شعرها. قال ليها بهمس: سمحي لي. كانت فايقة وسمعاتو شنو قال ونزلت دمها على نيفها وهي كانت مصوتها. من اللي خرج قبيلة وكيف سد الباب وهي تطلق العينان لدموعها، بكيت بحرقة وكلمات رقية كيتردوا ليها في ودنيها، ضربات على صدرها اللي كيضرها وضربات في رجليها اللي ما حاساش بيهم، فين ما كانت شي ذكرى سيئة استحضرتها ديك الساعة، وقاع الأوجاع رجعوا عليها، بغات تنوض تجري وتهرب من كل شي وتبعد وتبقى بوحدها حتى تبرد حرقتها، ولكن ما يمكنش ليها، ما كان ليها غير تبقى في بلاصتها بحال شي حاجة جامدة، فين ما حطيتيها غدا تبقى. أسوأ شعور ممكن يحس به الإنسان هو العجز، وغدير وصلت لواحد المرحلة اللي على حافة الانهيار. لو ما كانش صخر كانت انهارت واستسلمت، وفاش حسات بالباب تحل ظهرات باللي ناعسة وما بغاتش يشوف دموعها وعينيها الباكين. بارك عليه غير اللي وقع ليه مع الأم ديالو، بسببها هي. تمنى تكون ما رجعتش المغرب ولا يوقع هادشي وتحط في هاد الموقف. وبعد مدة نعسات بين أحضان صخر اللي بدوره كان كيفكر وراسه بغي يطردق. دازت 3 أيام وكل شهد بيته. صخر كل مرة كيدوز عند أمه يطل عليها ويجلس معها شوية، هدرت معها في القياس وباين فيه باقي مقلق منها، ولكن كيتعامل معها عادي.
غدير كيدوز معها معظم وقته، كي ياكل هو وياها في البيت ويعاونها ويقاد لها الدوش ويلبسها، ومغرقها حب وحنان. كيتفرق معها غير فاش كيمشي للمركز يطلع على الخدمة كيف غادا، ومكلف عمر ومراد بأغلب الخدمة. وجا يوم جديد، كانت ناعسة وغارقة في أحلامها حتى كتحس بقبولات على وجهها في عينيها ونيفها وشفايفها. حلات عينيها وكيبان لها صخر. قال ليها مباركة من نعاس، البارح ناعسة مع الدجاج ومخلياني كنحاجي لراسي. فاقت غادير وفترات هي وصخر، ومشى لخدمته وطلبات هي من الخدامة باش تنزلها للجردة. دفعت بها الخدامة الكرسي، هبطوا لتحت وخرجاتها من الباب ديال الكوزينة للجردة. شكراتها غادير وقالت لها غير تمشي لشغالها. بقات غادير كدور في الجردة وتستنشق الهواء. بانت لها واحد البلاصة فيها قليصة ودايرين بها حبيقات فيهم الورد، عجباتها وتمات غادة لها كدفع في الكرسي. غير شافت أم صخر ومعاها شي بنت تكون قدها في العمر، وقفات في بلاصتها ورا واحد النبتة. وهما ما شافوهاش وجلسوا في ديك القليصة، والخدامة خرجت لهم القهوة. غادير حطات إيدها على العجلات بغت ترجع، حتى سمعات كلام جمد ليها الدم في عروقها. رقية هزت الفنجان ورشفات منه وهي تقول مستحيل يتزوج بها، ولدي وعارفه باينة كيشفق على حالتها، ومن اللي زيرته باش يتزوج بغى يعاكسني وقال لي غادي يتزوج بها حيت عارفني غدا نرفض ونقلب على فكرة الزواج وغيتفك مني. أنا غدا نهضر معاه ونقول ليه باللي تراجعت وما بقيتش نجبد ليه حس الزواج حتى يتفك من ديك البنت، وديك الساعة نرجع نهضر معاه في هذا الموضوع. وإلا صبرتي تأكدي باللي الصخر غادي يكون ليك. أسيل قالت بحزن باينة فيه كيبغيها، وهي تقول لها رقية قلت ليك كيشفق عليها حتى أنا بقات فيا، ولكن ما يمكنش ولدي الغالي يتزوج بها، غادي يضيع وأنا مرضاش ليه بحياة معقدة، بدل يعيش حياة زوجية سعيدة وهانية يبقى واحل مع إنسانة هي خاصها اللي قابلها ويعتاني بها ماشي العكس. بغيت نشوف حفايدي من ولدي الصغير وشكون عرفني باللي تقدر تولد ليه ولا لا. كانت كل كلمة نطقات بها رقية كتغرس في قلب غدير بحال خنجر، ألم كبير كيعتصر قلبها حتى ما قدراتش باقي تطلع النفس. دارت بالكرسي وغادة بسرعة، ما بان لها غير لابيسين قدامها هو اللي غادي يخلصها من عذابها. تلاحت هي والكرسيها في لابيسين بدون تردد، هبطات لتحت والفقاعات كيخرجوا من نيفها، ما حاولاتش تقاوم وتطلع للسطح. سرحات يديها مستسلمة ومرحبة بالموت. حط سراج الطوموبيل وتم داخل مع الباب، شاف أمه وأسيل جالسين في الجردة وشير ليهم بإيده ودخل مع الباب. طلع الفوق ودخل البيت ولده هو الأول، هزو كيبوس فيه ووقف فيه قدام البالكون كيلعب معاه. لاح عينيه للخارج وهما يخرجون من المنظر اللي شاف، كيشوف جسد فتاة طالع فوق الماء وشعرها منشور وإيديها مفتوحين ومقلوبة على كرشها. حط ولده في بلاصتو ونزل كيجري في الدروج وكيدعي ما تكونش اللي على باله. تلاح في لابيسين قلبها كيشوف فيها ولات زرقاء وما كتطلعش النفس، مشى منه اللون وجرها بإيده وطلعها وطلع وسرحها مقادة وبدأ كيدير لها الإسعافات الأولية. إلى ماتت أكيد صخر غادي يحماق. سراج حط إيده على صدر غدير وكيورك وكيحسب، ووالو ما كتنفش، ما كانش عنده خيار آخر. حلها فمها وهبط كيدير لها التنفس الاصطناعي وكيدعي الله ترجع. بعد من اللي حس بها تهزات وتحطات وخرجات الماء من فمها، كيف فتحت عينيها عنقها بلا ما يشعر، هزها وطلع بها لفوق وحطها فوق الناموسية وعيط على الخدامة تجي تبدل لها حوايجها اللي فازقين. وخرج من البيت وخد التليفون ودوز الاتصال لصخر اللي جاوبه على وجه السرعة، بحالة إلى حس باللي شي حاجة وقعت. كيف قال لي سراج غدير طاحت في لابيسين حيث ما عرفش باللي لاحت راسها. قطع عليه صخر وخرج من المكتب كيجري، ركب في الطوموبيل وتحرك سايق بسرعة. خرج من الطوموبيل وخلى الباب محلول وطلع طاير في الدروج. حل البيت كينهج وشافها ناعسة في الناموسية ومغمضة عينيها، مشى كيجري عندها والخوف باقي راكبه.
شدها من دراعها كيحرك فيها حتى فتحت عينيها وشافت فيه. جرها عنده وعنقها بكل قوته وصدره كيطلع ويهبط مزير عليها ومحاش على راسه. فكرة أنه يفقدها هي اللي ما يقدرش يستحمل. هزات إيديها فاشلين وعنقاته بدورها وزيرات عليه. خشات راسها في عنقه سادة عينيها وكتستنشق ريحته. هزات راسها وفتحت عينيها اللي كانت عليهم نظرة مكر مخيفة. كتحرك إيديها على ظهره وتشد في قميجته بطريقة متملكة. وعلى وجهها ابتسامة جانبية مرعبة. بعدها من حضنه وحط إيديها لخدودها كيشوف في وجهها بحب. ما هزاتش عينيها فيه، قالت غادي يعيق بيها كيف قبل. حسيت بيه حط شفايفه على جبهتها وطبعه بلحنينها. فرحات بهاد المعاملة وهاد الحنان الفائض اللي جاي من جهته، وخا عارفة باللي ماشي موجه لها ولكن قابلة به غير يمسها ويضمها وتحس به جنبها. بعد شفايفه وانطق بصوت كل خوف واهتمام، قال لها كيفاش وقع ليك حتى تحتي بلابيسين؟ علاش خرجتي من البيت؟ كون وقعت ليك شي حاجة شنو كان غادي يوقع فيا؟ شافها غير حاضرة راسها وما هزاتش عينيها فيه. حط صباعه تحت قنها بغى يطلع ليها راسها. عرفاتو غير غيشوف في عينيها غادي يعرفها وتفضح، ولكن صوت الباب اللي تحل خلاه يسحب يدو ويدور يشوف شكون، وبان ليه سراج داخل. من بعد ما اطمأنوا عليها خرجوا جوج. من بعد ما خرج الصخر حلات عينيها وتكعدات، بدات كتدفع في رجليها حتى وصلت لجنب السرير. سمعت الدقان وهي ترجع، سطحات حتى سمعت الخدامه كتقول ليها باللي جابت ليها الاكل. شافتها خارجة وهي تعيط عليها، قالت ساندي شوفي، وهي تقول لها الخدامة. نعم، قالت ساندي أجي قربي لعندي راه ما كنعطش. قربت عندها الخدامة معجبة من الطريقة باش هضرت معها، وهي تقول لها نعم مدموزيل. قالت لها ساندي فين هنا؟ الخدامة استغربت وقالت كيفاش ما فهمتش. ساندي قالت وانتي قولي فين كينين حنا؟ دار من هادي. الخدامة قالت لها دار بن يزيد، سي سراج وسي صخر والمدام رقية. ساندي قالت ايوا هاكاك، قوليها من الصباح. دابا انا في دار حبيبي وفين عايشة عجوزتي ولوسي. وضحكات وهي تقول لها الخدامة كنت سمعت باللي سي صخر خطبك، ولكن مع داكشي اللي وقع كل شي قال راه جابك هنا غير ضد فمه باش ما تزوجوش بهديك الاخرى. ساندي خرجوا عينيها وقالت هاديك الاخرى؟ شكون هادي؟ شنو وقع؟ عاودي ليا بالتفصيل الممل. الخدامه قالت ما نقدر نقول والو اختي، غادي تجبد ليا الصداع. قالت ليها ساندي اجي قربي. الخدامه على نيتها قربات عند ساندي اللي غير وصلت لعندها وهي تشدها من شعرها وجبداتها عندها. قالت ليها ساندي كاع داكشي اللي سمعتي وعارفه غادة تسرسريه دابا ولا نشنشن امك، وانا ما اختكش، يلا طلقيني. بدات الخدامه كتعاود بالهلا يطريه ليها على شنو وقع نهار جاب صخر غدير. كاع الخدامه كانوا كيتصنتوا وحاضين شنو واقع داك النهار. ساندي كتسمع وكتزيد تزير على شعر الخدامه حتى بدات كتدمع عليها. قالت ليها الخدامه عافاك يا لالا طلقيني، داكشي اللي عارفه عاودتولي كله. دفعتها ساندي بالجهد وقالت ليها سيري جيبي داك الكرسي ديال النحس. مشات الخدامة وجابته وعوناتها حتى جلسات فيه. وخا ما حاملاش وكتحس براسها مربوطة، ولكن خاصها ترد دقتها. وخا هادشي موقعش ليها هي وغادير ما كتهمهاش، ولكن القضية فيها صخر أمو باغا تزوجو بشي واحدة أخرى، وهادي هي اللي عمرها غدا تقول ليهم، واللي قربات ليه غادي تقطعها طراف وهي حية. خرجتها الخدامة من البيت وغادة بها في الكولوار وقالت لها صافي سيري في حالك. شوية وهي تشوف مرأة متوسطة في العمر خرجت من واحد البيت لابسة كلاس وغادة جهة الدروج. رقية حسات بشي حد موراها ودارت تشوف شكون، وهي تبان لها جالسة في الكرسي وكتشوف فيها عكس آخر مرة ما هزاتش فيها العين. خنزرت فيها رقية ورجعت دارت مكملة طريقها، وهي تقول لها ساندي عندكم نفس العينين. دارت رقية كتشوف فيها وهي كتقرب عندها. قالت ساندي عينيك زويني بحال ديالو. قالت لها رقية بعجرفة كيف طرحت شرفتينا؟
من نهار دخلتي لذاك البيت ما بقيتيش خرجتي منه، قلت لحية في وسط داري. قالت لي هساندي ما تخافيش، هاديك المعقدة محال خلاته يقيسها. ضحكات وقالت عكسي أنا، كون ما هاد الإعاقة نتلاح عليه ما نفلتوش. رقية قالت ها صدقتي مزعزعة من الفوق، الله على ولدي فاش طاح. شافت في ساندي باحتقار ودارت حطات رجلها في الدرجة الأولى، ما حسات غير بشي حد دفعها، فقدات توازنها وتكركبات مع الدروج. مزقات حتى الدرجة الأخيرة، راسها في الأرض ورجليها معلقين في الدروج، وجهها وراسها عامرين بالدم ورجلها ملوية. كتشوف فيها ساندي من الفوق وعاجبها الإنجاز اللي دارت، بان لها المنظر لتحت لوحة تشكيلية. ضحكات ضحكة عالية ودورات كرسيها راجعة البيت، ودورات كرسيها راجعة لبيتها. دخلت البيت وغير سدات الباب وجلسات كتضرب راسها وتقمش في وجهها استعدادا لمجيء سخر. سخر من بعد ما شاف الشخص اللي اتصل به ارجع على وجه السرعة باش يشوف غدير اللي باقي مشطون من جهتها. وصل للدار ولقى لومبيلونس واقفة قدام الباب، خرج من الطوموبيل مخلوع، حتى بانوا ليه جارين مو في باياس وكل هاد مايات. مشى كيجري عندها، شاف قناع الاكسجين على وجهها وبدا كيترعد، منظرها زعزعه. بعدوه وطلعوها للاسعاف وزادوه بسرعه. بقى واقف وسط الطريق مصدوم شويه، طلع للطوموبيل ديالو وتبع سياره الاسعاف. وصل للسبيطار ودخل، وقالوا ليه باللي الام ديالو في غرفه العمليات وحالتها صعيبه. بقى واقف على اعصابه حتى خلط عليه سراج ومرتو. دازوا ساعات وعاد خرج الطبيب وطمئنهم عليها، الضربة ما كانتش بليغة، عالجوا رجلها اللي تهرسات وخرجوها وحطوها في غرفة أخرى. دخل عندها صخر وسراج وبقاو معها شحال، وكل واحد طالع ليه الخز من الحالة اللي وصلت لها الأم ديالهم وكيفاش وقع ليها حتى طاحت من الدوش. ناد الصخر باس لها راسها وخرج ودوز اتصال للفيلا، جاوباته الخدامة وسولها على شنو وقع. جاوباتو باللي حتى حد ما شاف اشنو وقع وكيفاش حتى طاحت. قطع وقرر يرجع للفيلا يشوف براسو شنو كاين ويطمئن على غادير اللي بالو باقي معاها. خد الطوموبيل ومشى ديريكت للفيلا، غير وصل وتحلات البوابه بغى يدخل وهما يوقفوا عليه ثلاثه ديال سيارات الشرطه. نزلوا عده رجال ومنهم ضابطين كيعرفهم صخر مزيان، وقفوا كيشيروا ليه يهبط. حل الباب وخرج وتم غادي عندهم وخاشي إيديه في جيابه، وقف قدامهم ووجه هدرته الواحد. قال لي الضابط سمير شنو سر هاد الزيارة وجايب معاك الضياف قاع؟ سمير قال له باستهزاء جا نهارك الضابط بن يزيد. سخر باستهزاء حتى هو قال له ويلي. سمير جبت المينوط كيلعب بيه في إيده وقال له الضابط سخر انت رهن الاعتقال وهو يقول ليه سخر. إياه وبأيش من تهمة بالسلامة؟ سمير بوجه مبتسم قال ليه أنت متهم بقتل إلينا صديقتك السابقة. سخر قال ليه ومالك فرحان عندك مذكرة الاعتقال؟ جبدها الضابط الآخر ووراها ليه وقال ليه سخر هاد المرة دايرين خدمتكم على أكمل وجه. مد ليهم يدو قال ليه يلا سربيني نشوفوا هاد الفيلم حتى هو، خاصني نرجع عندي ما يدار. سمير كيدير له المينوط وقال له ما تكونش واثق براسك لهاد الدرجة، محال واش تخرج من هادي وخا تكون العقيد بنفسه، القضية فيها مواطنة بجنسية أمريكية. سخر التازم الصمت وطلع اللور في سيارة البوليس، اداوه لمركز الشرطة من غير داك اللي خدام فيه. دخلوه لغرفة الاستجواب وكل شي بقى مصدوم فشافوا الضابط سخر داخل وإيديه مقصادين جالس في الكرسي ومرتاح ما باينش عليه الخوف أو الذعر، بحال ليلى ما متهمينوش بجريمة قتل. الضابط سمير جالس مقابل معاه وحاط قدامه ملف، فتحوا وهز تصاور حطهم قدام سخر، وهز سخر وحدة فيهم كيشوف إلينا مطعونة في كرشها عدة طعنات فوق الناموسية اللي ولات حمراء بالدم. هز صورة أخرى وشاف السكين باش طعنات مليوح جنب السرير وفيه الدم، أضحك وحط الصور والتكام رجع راسه له. رجعت به الذاكرة فاش كان مع غدير وصون عليه التليفون، شاف النمرة ما مقيداش وما جاوبش، حتى صونات مرة أخرى فاش خرج البالكون
جاوب وكانت إلينا. يلا بغى يخاصم عليها حيت ما دارتش بكلامه، حتى قالت لي جوج الكلمات وقطعات. كان خاصو يمشي عندها ضروري. خرج واتجه للفيلا ديالها. دخل بعد ما حل ليه الحارس الباب. دخل داخل ولقاها جالسه في الصاله. قال ليها صخر: عاودي اشنو قلتي باغا ديري؟ قالت ليه إلينا: صخر الهضره ماشي هنا، تبعني. طلعت الفوق لبيتها ودخلت كتسنى فيه حتى خلط عليها. ازدح الباب بالجهد وباين فيه معصب لدرجه كبيره. قال ليها: رجعي منين جيتي، خدمتك سالات هنا رسميا. وهي تقول له: إلينا صخر. قال ليها: إلينا ما تنسيش راسك شكون. وهي تقول له: ويشاف. قال ليها صخر: رجعي لأمريكا، قدمي تقريرك وما نبقاش نسمع حسك حتى نرجع. إلينا قالت له: كنتمنى توصل لمبتغاك وترجع لينا دغيا. قربت منه ضماته بقوة، ابقى واقف بدون حركة. قربت فمها حدا ودنو قالت ليه: عمري ما غدا ننساك. حيد ليها إديها وبعد وعطاها بظهره تم خارج وقال ليها: حضي راسك. نزل من الدروج وخرج مع الباب وركف الطوموبيل ديالو ورجع الفيلا حتى كيلقى مو مخرجينها المسعفين. نرجعوا للحاضر. حل عينيه وشاف الضابط اللي قدامه كيهضر ويعطيه في الأدلة اللي كتأكد باللي هو مولاها وهو اللي قتل إلينا وطعنها حتى الموت. قال لي: من هادشي كله اللي قلتي كاينين شي بصمات في داك سلاح الجريمة؟ سمير قال لي: أكيد واحد بذكائك ما غاديش يخلي البصمات مورا، ولكن كاين التليفون ديالها فيه نمرتك مصونية عليك وانت آخر واحد هضرت معاك، وكاين الشاهد العساس اللي شافك داخل عندها وكيف خرجتي طلعات الخدامة لبيتها ولقاتها مقتولة. نزيدك ولا باركة؟ صخر قال لي: أوه هاد الشي محبوك مزيان. سمير قال باستهزاء: شنو باغي تقول؟ زعما شي حد دارها ولصقها فيك؟ صخر بهدوء مريب قال: كل شي ممكن. وقف سمير وقال: من الأفضل توكل محامي حيث ما غاديش تخرج منها كيف كتظن. وعيط لجوج درجال وقال لهم: هبطوه لتحت. وهو يقول صخر: من حقي في مكالمة ولا لا؟ مد ليه واحد فيهم التليفون وبعد عليهم شوية وعطاهم بظهر. دوز نمرة سراج وقال ليه: سراج فينك؟ مالك ما باقيش رجعتي؟ صخر قال: اسمعني مزيان، وقعوا شي حوايج وغادي نبقى محبوس واحد المدة. سراج قال ليه: كيفاش؟ قال ليه صخر: واسمع بنادم، رد بالك وتهلا في الوالدة، راه وصلتني الخبار فقط. قول ليها سافرت على شي حاجة ضرورية وغادير في أمانتك أخويا. وهو يقطع. مد التليفون للشرطي وتحرك هبطوه لتحت حتى يدوز من المحاكمة. الخبار دغيت نشرات في المراكز الأخرى ووصلات لعمر ومراد ورانيا اللي تصدموا من الخبر. مشى عمر هدر مع العقيد لأنه مقرب من صخر وطلبوا يتدخل، وداك شي اللي دار العقيد. دار اتصالات والقبيل للقضية ما سهلاش. خرج عمر زاعف وتلاقى بالعميد جاي لمكتب العقيد خنزر فيه. أما العقيد كان وجهه معتالية ابتسامة حقيرة كتدل على الخبث. كانت ساندي جالسة في بيتها كتغني وكتلعب بشعرها وكتسنى غير إمتى يجي لعندها صخر. توحشاته وخا غبر غير ساعات. جا الليل ورجع سراج للدار من بعد ما اطمأن على حالة أمه. طلع لبيته دوش وبدل حوايجه ووقف قدام الباب دق ودخل. لقاها قدام البالكون هازة وردة كتقادها في شعرها وكتدندن. سراج دار تلفتت ساندي وبقات كتشوف فيه شحال وهي تقول له: بلا شك انت سراج. سراج شاف فيها باستغراب وجهها كله مقموش وفيه درابي حمرين وقال لها: شنو وقع عليك؟ شكون دار فيك هاد الحالة؟ قالت: ما تديرش في بالك، فينا هو صخر. سراج قال: كنظن ما في خباركش بلي الوالدة طاحت من دروج وديناها للسبيطار. ساندي قالت: مسكينة واش ماتت؟ سراج قال: لا هي بخير الحمد لله. عوجات زفتها وقالت: اه واش مازال ما رجع صخر؟ وهو يقول لها سراج: هاد الشي علاش جيت لعندك. صخر تقبط في الحبس. ساندي ترتقات في عينيها ما متيقاش شنو قال وقالت: لا
ما يمكنش. قال لي سراج اتصل بي ووصاني عليك، ما عندك علاش تخافي، راه سخر هذاك غدا ولا بعدو تلاقيه قدامك. ساندي قالت علاش دخل الحبس، وهو يقول لها سراج هو ما قال لي والو، ومن اللي هدرت مع عمر قال لي باللي متهم بجريمة قتل شي وحدة سميتها إلينا. قالت صلقوطة، كان عليا نقتلها فاش تاحت لي الفرصة، دابا بسببها صخر محبوس. سراج تصدم صدمة ثلاثية الأبعاد، شكون هادي اللي قدامه؟ الله أعلم. وزادت فاش بدات كتهرس أي حاجة وصلت ليها، وتسب وتحلف على أشخاص مجهولين بالنسبة ليه، ما فهم والو، واش هادي هي غدير نفسها؟ خرج وخلاها في نوبة الغضب اللي فيها، ودخل بيته هو براس ودهز عليه النهار طويل ومتعب. الأم ديالو طاحت وكانت غير شوية وتموت، وفاش أخوه دخل الحبس في ظروف غامضة، وزاد هاد الحالة اللي شاف فيها غدير والهضرة اللي سمع. من بعد ما هرسات وشخشخات البيت واللي فيه، هزات التليفون وهدرات مع الخدامة طلع عندها. دخلت الخدامة والخوف باين في عينيها، وقفات بعيد على ساندي وكتشوف في البيت مقلوب سفاه على علاه. ساندي شافت فيها بعينين حمرين وقالت لها خرجيني من هاد الدار. الخدامة قالت ها؟ وهي تقول لها ساندي عاونيني نخرج من هاد الخربة، إلا ما كانش فيها صخر ما عندي ما ندير فيها. تحركي اتصلي بشي تاكسي وقولي ليه يتسنى في الباب اللوراني ديال الفيلا. يا كاين بعدها؟ الخدامة قالت شنو هو؟ وهي تقول لها ساندي الباب اللوراني هاد المكلخة. قالت الخدامة اه كاين، ولكن إلا عرفوك مشيتي غادي يجريو عليا ونخسر خدمتي. ساندي قالت لها شنو اللي أهون، تخسري خدمتك ولا حياتك؟ حيتي لما عاونتينيش غدا نقول ليهم انتي اللي دفعتي ديك الشارفة، وصخر أكيد غادي تيق حبيبته كاينة ولا لا؟ الخدامة قالت والله أنا ما درتها، والله ما أنا اللي دفعتها راه. وهي تقول لها ساندي عارفة ماشي انتي، إيوا تحركي وديري داكشي اللي قلت ليك. مشات الخدامة واتصلت بتاكسي ووصاتو يتسنى قدام الباب اللوراني. عاونات ساندي حتى بدلات وخدات ليها التليفون ديالها، ما بغاتش تهز ديال غدير ليكون فيه جهاز تعقب. كانت 11 ديال الليل، الحركة قليلة في الفيلا. هبطات الخدامة ساندي في المصعد وخرجتها من باب الكوزينة، دازوا من الجردة الخلفية وفتحات الباب اللي كان أصغر من البوابة الأمامية. باليها التاكسي واقف، ودفعات بساندي الكرسي وخرج السائق كيشوف فيها بشوفات شفقة، ما كرهاتش تدوز عليه ولكن ماشي وقته. عاون الخدامة حتى طلعوها وحط الكرسي في الكوفر وطلع، وهبطت ساندي الزاجة ووجهات هدرتها للخدامة. قالت ليها إلا حليتي فمك غادي تجيبيها غير فراسك ما تنسايش. زاد التاكسي وساندي باقة كتشوف في الخدامة حتى غبرات. حطات الخدامة إيدها على صدرها اللي كيضرب بسرعة. دخلات كتجري الفيلا وكتمنى مع عمرها باقة تشوف ساندي في حياتها. وصل سائق التاكسي ساندي لأحد لوطيلات كيف طلبات، عاونها حتى جلسات في الكرسي وخلصاتو مزيان. ودخلات اللوطيل وخدات غرفة، وغير وصلات هزات التليفون ديال الخدامة اللي خدات وتقدات الحوايج وقاع داكشي اللي خاصها واللي غادا تحتاج أونلاين. قطعات تذكرة ديال الصباح وطلبات أكل وجابوه ليها. كلات ونعسات وكتسنى يصبح الحال وتغادر هاد البلاد على الفور. قالت ساندي غادا نمشي نسترجع رجلية ونرجع عند حبيبي، بهاد الحالة ما غادا ننفع راسي ولا ننفعه هو، وحتى داكشي اللي باقي تابعني خاصني نكمله. أول مرة نعس وعارفة هاديك المنونخة ما غاداش تفيق. أخيرا استسلمات وهناتنا من وجودها. نعسات ساندي مرتاحة وكتفكر في صخر وشنو مخبي ليهم المستقبل، أكيد غادي يرجعوا يتلاقاو ويتجمعوا. دابا ما بقاتش غادير عائق بيناتهم، ما عدا هاد الإعاقة المنحوسة اللي غادت تغلب عليها بعزيمتها وإصرارها.